ازيكم، وحشتوني. النهارده جاي اكلمكم عن منتج عمل ضجه كبيره الفتره اللي فاتت، كل الناس اتكلمت عنه، هتلاقوا له ريفيوهات كتير. قلت انا كمان اعمل لكم ريفيو عنه. الجهاز بتاع شفط الدهون او الباكج بتاعته اهي، تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف الجهاز ده بيتعمل ازاي. مساء الخير عليكم، معاكم ساره صلاح من اوريفليم. لو بتشوفي الفيديو ده ما تنسيش اللايك والسبسكرايب والشير، ولو حابه تتابعي فيديوهات تانية كتير ما تنسيش تفعلي علامه الجرس عشان يجيلك الفيديوهات اللي بنزلها اول باول. النهارده انا حبيت ان الفيديو يكون مختلف شويه واتكلم عن حاجه مش منتجات اوريفليم ولا حاجه، هي حاجه ممكن اي بنت تستخدمها كزياده ان هي تهتم بروتين البشره الخاص بيها. هتكلم عن جهاز شفط الدهون بتاع البشره. ده شكل العلبه بتاعته اهي، هنفتحه بقى مع بعض ونشوف ايه اللي جوه. انا حاولت ان انا اجيب حاجه سعرها يكون وسط، هو الجهاز ليه اسعار مختلفه وليه كمان اشكال مختلفه منه، فانا حاولت ان انا اجيب حاجه وسط غيرهم. بيجي معايا هو الكتالوج بتاعه عشان يبقى فيه التعليمات ان احنا ازاي ان احنا نستخدم الجهاز ده. وده شكل العلبه بتاعته من جوه اهو. في جاي معاه، ده شكل الجهاز، بتركب فيه راس وفي كمان معاه ثلاث رؤوس مختلفة اهم، واحد من ثلاثة يعني كده اربع رؤوس مع الجهاز. وفي كمان كابل اهو، في برضو شاحن موجود في الجزء الثاني عشان نشحن الجهاز. فدي حاجه برضو من الحاجات اللي عجباني في الجهاز ان هو مش بطاريه، لا هو سهل ان هو يتشحن. وفي كمان معاه القطع دي، هنعرف هي دي ايه دلوقتي. اول حاجه الجهاز اهو ليه خمس سرعات، دي اول سرعه ودي السرعه الثانيه ودي السرعه الثالثه الرابعه الخمسة. لو ملاحظين هتلاقوا ان الصوت بيعلى وبعد كده بضغط على الباور تاني بيقف. لو الجهاز ده في الشاحن بتبقى اللمبة اللي هنا دي منورة احمر، لما بيشحن بتبقى بتدي اللون الاخضر. هنعرف دلوقتي استخدامات الجهاز ايه وكل راس من الرؤوس دي فايدتها ايه. هو معاه اربع رؤوس زي ما قلنا، اول راس فيهم دي الفتحة بتاعتها واسعة، في واحدة تانية الفتحة بتاعتها اضيق شوية، وفي كمان واحدة جايه بزاويه كده عشان تجيب اي كورنر في الوجه زي المناخير او كده في الجوانب تقدر ان هي توصل لها بسهوله. وفي كمان راس رابعه فيها قطعه كده زي كريستال وهي برضو ناشفه شويه، دي بتعمل زي تدليك كده للبشره وبرضو زي سكراب للبشره، فبرضو هنجرب دلوقتي ونشوف هيبقى ايه النتيجه. نبدا بقى مع بعض الفيديو. حاجة بس عايزة اقولها قبل ما ابدأ الفيديو، انتي المفروض ان انتي عشان يبقى التنظيف احسن يعني ويديكي افضل نتيجة لازم انك تعملي زي حمام بخار كده. انا برضو كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، هتشوفوا في الفيديو اللينك بتاع الفيديو دلوقتي هيظهر لكم، تابعوه هتعرفوا ازاي ان انتي تستخدمي او تعملي البخار لنفسك في البيت سواء عن طريق الحلة او عن طريق اللي هو جهاز البخار. وممكن برضو بحاجة بسيطة زي اللي انا استخدمتها النهاردة، فوطة سخنة وبس تطبطبي على الوش كده، بحيث ان انتي احنا بنعمل الخطوه دي ليه؟ عشان تفتحي المسام بتاع البشره، فبالتالي هينظف بصوره احسن يعني هيدي معاكي التنظيف نتيجه افضل بكتير من انك تستخدميه كده من غير ما تعملي حمام البخار ده. في حاجه تانيه كمان، لازم وشك ما يبقاش عليه ميك اب ولا اي حاجه، انا يا دوبك بس حاطه روج وحاجه للعين لكن مفيش اي حاجه على وشي، عشان ينظف البشره كويس من اي بقايا بقى على الوش او بواقي ميك اب فاونديشن اي حاجه من الحاجات دي هيشيلها. هنتابع برده مع بعض ان احنا دلوقتي لازم لما تيجي تستخدميه تستخدمي مثلا منطقه المناخير من تحت لفوق، لا الحته بتاع القوره هنا برده الحته دي كده لفوق، من هنا من الجنب ده لده، من هنا من جوه لبره، وبرده من تحت من جوه لبره، من هنا من جوه لبره، من عند الدقن من تحت لفوق. انا بشرتي ما تعتبرش دهنيه قوي فانا هستخدمه بس في الجزء اللي هو بتاع المناخير، هي دي بس اللي تعتبر فيه عندي فيها دهون. هنستخدم مع بعض الراس، انا هستخدم اللي هي الراس اللي هي فيها الفتحه الواسعه دي وهنشوف هيبقى النتيجه فيها ايه. نبدا مع بعض. المفروض ان احنا ما نقفش كتير يعني لازم يبقى تمشي على طول.
انا بحاول اقرب لكم عشان يبان. انا مشغلاه على اقصى سرعه، نشوف من الدقن لا طلع حاجات اهو. هو طبيعي ان هو بيحمر الوجه شويه، فلو بشره حساسه يا جماعه يعني بلاش تستخدم الراس اللي هي الفتحه الكبيره دي، وما تستخدمش برضو اعلى سرعه. ايه المفروض انك تمشيه بسرعه على وشك، عشان لو وقفتي فتره ممكن يعمل كدمه. يعني مع ان انا منظفه وشي وغسلاه بغسول، بس برضو طلع حاجات. انتوا شايفين بيشد البشره ازاي اهو. نصيحة محدش يشوف اللي طالع ده. واهو دي حاجة بسيطة بس كده عشان اوريكم في حاجة طلعت ولا لا. شايفين الحاجات اللي جوه دي؟ يعني لو حد بيتقرف بلاش ان هو يشوف اللقطه دي. يعني يا جماعه والله انا منظفه وشي كويس بس برضو طلع حاجات. فمعنى كده ان الجهاز يعني فعلا تحفه زي ما الناس قالت، وما الريفيوهات انا شفتها انا كنتش متوقعه، لان انا حتى بشرتي مش دهنيه، فالجهاز ده هيبقى مع كمان الناس اللي بشرتها دهنيه هيجيب نتيجه يعني فوق الروعه. انا بشرتي مش دهنيه وطلع حاجات، انا بس عندي الجزء بتاع اللي فيه دهن شويه هو المنطقه بتاع المناخير بس، ومع ذلك طلع برضو حاجات. فتقييم الجهاز بالنسبه لي يعني 10 من 10، ويمكن اكتر من كده كمان. الناس اللي بشرتها دهنيه هي اكتر ناس هتستفيد بالجهاز ده جدا. فانا يعني من الحاجات اللي انا حبيتها واللي اكيد هينضم للروتين الخاص بتاعي بتاع البشره. لو حد عايز اي استفسار عنه كلموني. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده فاتكم شويه، استنوني فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.